Present so many stars and new artistic faces. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا الجزء الجديد من ملفات ثقافيه. تحدثنا في الجزء الاول او الفقره الاولى من البرنامج عن تطوير منظومه التعليم الجامعي، ويمكن اكدنا ان الهدف من هذا التطوير هو الوصول الى خريج جامعه مثقف، ومما لا شك فيه ان احد الاساليب الهامه للوصول الى هذا الهدف هو الخريج المثقف، هو الانشطه الثقافيه والاجتماعيه التي يتم ممارستها داخل جدران او داخل معسكرات الجامعات بشكل عام. يمكن هذه الفقرة ستتحدث بالتفصيل عن دور الأنشطة الثقافية والاجتماعية في بناء الشخصية المثقفة، ومعنا للحديث عن هذه النقطة بكل تفاصيلها وجوانبها الدكتورة شادية فهيم، عميد كلية الآداب والإنسانيات بإحدى الجامعات الخاصة. معنا أيضا الدكتور محمود عبد الغفار، أستاذ الأدب المقارن المساعد بآداب القاهرة. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. يعني عندما نتحدث عن الأنشطة الثقافية والاجتماعية، عندما نتحدث عن نشاط المسرح، نتحدث عن نشاط الصحافة والإعلام أو الأنشطة الاجتماعية بوجه عام، فنحن في منطقة سيطرة كلية الآداب، نحن في عقر دار كلية الآداب كما يقولون. يمكن ده بيخليني يعني أسأل الدكتور محمود على وجه الخصوص، كيف يمكن أن تقوم الأنشطة الثقافية والاجتماعية بوجه عام في بناء الشخصية المثقفة، وكيف يمكن لكليات الآداب بوجه عام في منظومة التعليم الجامعي المصرية أن تؤدي إلى هذا الهدف وهو الوصول إلى الخريج المثقف؟ مبدئيا أنا سعيد بمشاركة هذه الحلقة مع الأستاذة الدكتورة شادية، فرصة يعني عظيمة بالنسبة لي وبوجود حضرتك وبالضيوف الكرام. أهلا. وبالنيل والشكر للنيل الثقافية اللي دايما سباقة في مواكبة الأحداث لحظة بلحظة، سواء على المستوى الثقافي العام أو على مستوى بعض التفاصيل من الجوائز الأدبية وغيرها. وبالتالي أشهد أنه دايما في نوع من الارتباط بين القناة وما يدور في العالم، وده شيء يعني محمود جدا. كليات الأداب بحكم وجود تخصصات العلوم الإنسانية المختلفة وأقسام اللغات المنفتحة على اللغة، دايما محملة بمخزون ثقافي من يعني الذين يدرسون الإنجليزية أو الفرنسية لا يدرسون اللغة بمعزل عن الثقافة الإنجليزية أو صحيح. الثقافة الفرنسية إلى آخره. وبالتالي كلية الآداب هي ساحة حقيقية كما تفضلت حضرتك بالذكر، لإنغماس الطلاب في الإحساس بقيمة الآخر والتعرف عليه، وده جزء أساسي من اكتساب المهارات الإنسانية أو السلوكية اللي تدعم فكرة الإنسان المثقف المتحضر المنفتح الذي يقبل الآخر. نوعية الدراسة والتخصصات المختلفة اللي بتمزج بين دايما أقسام العلوم الإنسانية أو حتى اللغات في كليات الآداب بيكون في ملامح للدراسة من مجالات البينية المختلفة، صحيح. علم النفس وعلم الاجتماع مثلا في قسم اللغة العربية، إلى جانب لغة أخرى أوروبية ولغة شرقية. كل هذا بيصب في النهاية إلى أنه الطالب يستطيع، يجب يعني على الأقل نتصور أنه يكون يعني قوام يستطيع أن ينهض به لتكوين صحيح. ده برضو شخصية مثقفة. نعم دكتور محمود، ده بيخليني أسأل يعني على وجه الخصوص، كيف يمكن استغلال هذه القدرات الخاصة والسمات الخاصة لكليات الآداب في الوصول لهدفنا، الهدف اللي هو الطالب أو الخريج المثقف؟ بالتأكيد الفرص ممكن نقول مناصفة، يعني النظام التعليمي أو النظام داخل مؤسسة التعليم سواء كلية الآداب أو الجامعة بيضع السبل أو الأعمدة الأساسية، يخطط، والنصف الآخر بيقع العبء فيه على الطالب، هل هو يعني بيختار أنه يسير مع النظام يعني يكون الشخصية المثقفة، أو أنه عنده تطلعات أخرى بعيدة عن هذا النظام بشكل عام. بمعنى أنه ممكن أنا أضع نظام جيد لأنه مقررات دراسية فيها انفتاح على ثقافات مختلفة. السؤال، هل الطالب مستعد أو خرج من المراحل التعليمية السابقة يعني تكوين لديها القدرة على أنها تكون مطواعة أو طيعة لتتقبل فكرة البحث على الإنترنت واكتساب المعلومات؟ لم يعد زمن التلقين أو زمن المحاضرات المعدة سلفا هو المناسب لهذه المرحلة. وبالتالي في ظل يعني ما حدث للعالم كله في مسألة كورونا والتعليم عن بعد إلى آخره،
الجزء الإيجابي في هذه المسألة هو أنه دفع الجميع دفعا بغض النظر عن الرضا أو عدمه إلى التعامل مع الجانب التكنولوجي، الأساتذة والطلاب أيضا، صحيح، لكي يتحول التعليم إلى فكرة البحث الشخصي والاطلاع المفتوح بعيدا عن كتاب واحد مقرر أو أو شيء ملخص معد سلفا. إذا يعني كلمة السر هنا البحث والاطلاع المفتوح والبعد عن الكتابة. يمكن ده هيخليني أتوجه ليه الدكتورة شادية، حضرتك يا فندم عميد كلية الآداب بإحدى الجامعات الخاصة. هذه الجامعة الخاصة مما لا شك فيه أنها لها فلسفتها الخاصة أيضا فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية المختلفة وبناء ثقافة الطالب. يعني مكان حضرتك، ما هي هذه المحاور الأساسية والسمات التي تتمتع بها أو يتمتع بها نظام هذا التعليم الخاص، واللي ممكن نلفت النظر إليها وممكن نستغلها ونطبقها ونحن يعني في مسيرتنا هذه نحو تطوير التعليم الجامعي المصري؟ أشكرك وأنا سعيدة بوجودي معكم هنا. شكرا على السؤال الجميل ده. هي فعلا أنا عايزة أطرح الرؤية إزاي التعليم الجامعي لازم يبقى له ثلاث أبعاد. طبعا البعد الأكاديمي، البحث السلم المعرفة اللي هو بيبتدي بالمعرفة والتذكر اللي هي موجودة دلوقتي، والتخصص، واللي بيطلع لغاية القدرة على النقد، القدرة على الإبداع والابتكار. إنما البعد الثاني هو بناء الشخصية. ده بعد مهم جدا ودور مهم جدا للجامعة عموما. طبعا كليات الأداب دي بتبقى منبر التنوير، ده مهم جدا كدورها، إنما لازم الدور ده يمتد لجميع الكليات وللجامعة عموما. دور الجامعة المحور الثالث اللي هو برضو الكل دلوقتي بدأ يهتم بيه في التعليم الجامعي هو المهارات العمل، القدرة على العمل مع فريق، القدرة على الريادة، اللي هي مهارات العمل. ما يبقاش الطالب منقطع عن الحياة العملية اللي هو بيتخصص عشان يعمل بيها. فلما هنفكر في ان التعليم الجامعي مش بعد واحد، هو ثلاث أعمدة وثلاث أبعاد، الشخصية بقى دي مهمة جدا، ودي رؤية مصر 2030 واخدة الصدارة في أهمية بناء الإنسان المصري. نعم. فهو ده الفكر والوعي اللي لازم يكمل المعرفة والتعليم الجامعي. هي نعم. دي البنية يعني الأساسية بتاعت الجامعة. لو سألت حضرتك سؤال مباشر، أكتر ملمح يعني بتري إن هو مميز للغاية وله عائد كبير في هذا السياق من خلال يعني نظام التعليم المختلف اللي حضرتك بتعيشيه وبتمارسيه بالفعل، ومن الممكن استخدامه في التعليم المصري؟ بالظبط. يعني هو زي ما بقول احنا ما بنهتمش، يعني اكيد الناحيه الاكاديميه دي مفروغ منها. نعم. انما الاهتمام لازم يكون بناحيه بناء الشخصيه، المعرفه، السلوكيات، الوجدان، اللي هو بيأثر. الثقافه هي، خلينا نسال، هي الثقافه احنا بنتكلم على ايه بالظبط؟ نعم. الثقافه هي مكتسبه، يعني ما هياش حاجه فطريه، بتكتسب بتفاعل الإنسان مع المجتمع، العقائد، العادات، السلوكيات، وهي اللي بتحدد سلوكيات الإنسان في المجتمع. طيب ده محور مهم جدا، وده جزئية أساسية في بناء الإنسان المصري. احنا بنتكلم كتير على بناء الإنسان المصري، هنبنيه ازاي؟ فده هو المحور اللي هي مش كليات الأداب بس، معلش هختلف النقطة دي. هو زمان كان في التعليم الجامعي كلية هندسة كان لازم يبقى فيها مادة إنسانيات، كل الكليات التانية لازم يبقى فيه الاهتمام بالإنسانيات، لأن هو ده اللي بيكمل الناحية الأكاديمية. صحيح. يمكن برضو نفس السؤال حوجهه للدكتور محمود، حضرتك تخصصك أدب مقارن، أدب عربي وأدب كوري، يمكن نلت درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الكورية في جنوب كوريا. طب برضو نفس السؤال، يعني الملامح الأساسية التي تتعلق بالأنشطة الثقافية والبناء الثقافي للطالب في كوريا، يعني أهم هذه الملامح التي توقفت عندها ويعني عايزين نعمل لها سبوت لايت كده في هذا النظام الجديد في التعليم المصري. تمام. يعني قبل الإجابة عن السؤال المهم ده،
اخد بس اخر جزء من كلام الاستاذه الدكتوره شاديه، لانه كان يعني ملحوظه مهمه جدا في فكره انه مش بس الجانب المعرفي اللي بيبني الطالب الجامعي، لا، الجانب الوجداني والارتقاء بالمستوى المعرفي لدرجه انه ينتقل من تذكر معلومات الى انه يبتكر ويبدع. ده هدف من الاهداف المهمه اللي نقدر نخرج بيها خريج يواكب السعي الدوله الحثيث في مجالات كتير جدا بنلمسها حاليا. نعم. لانه يبقى انسان عصري وعالمي بكل معنى الكلمه. ده مش شعارات بنقولها عشان موجودين. نعم. في التلفزيون المصري، لا مش كده. يمكن احنا بنعاني شويه، وخلينا نتكلم بصدق انه في فجوه بين الدوله، وده الحمد لله انه بيحصل، انه الدوله سابقه بخطوات، وانه بندعو المواطن او الناس انها ترتقي بوعيها. مش لازم يكون القانون الصارم هو اللي يعني يجبر حضرتك او حضرتك على انه ترتقي شويه. نقدر نرتقي فنساعد الدوله بانه الخطوات اللي بتبذلها دي تكون نتائجها ملموسه بوقت اسرع. جامعه القاهره مثلا، زي ما قالت برضو الدكتوره شاديه، انه الكليات الهندسه والكليات العمليه بحكم طبيعه التخصصات انها منغلقه على البيور ساينس، الحاجات الصرف العلم البحث يعني. ممكن يكون والمعامل والساعات العمل الطويله جدا ما بتتيحش فرصة للطلاب انهم يهتموا بالجانب الانساني او الجانب الفكري والاطلاع. في السنوات الاخيرة كان في مشاكل في انه دايما في الافكار الغريبة شوية تخرج من الكليات العملية اكتر. كلية جامعة القاهرة مثلا عملت فكرة مادة التفكير النقدي على سبيل المثال، مقررة على كل طلاب الجامعة المصرية بغض النظر عن كل تخصصاتهم او نوع الدراسة الخاص بيهم. نعم. يمكن ده يعني بدون قطع كلام حضرتك، اللي قدامنا على الشاشة دلوقتي بعض المشاهد من الجامعة في كوريا الجنوبية. نعم. وده بيخليني برضو أسأل، يعني هل التعليم الكوري بالفعل بيهتم وبيركز على هذا الجانب الثقافي في بناء الشخصية؟ هنرجع للصورة دي في مكتبي في جامعة اسمها جامعة شوسون. نعم. في كوريا الجنوبية في مدينة كوانجو. النشاط الثقافي، وانا اتمنى انه هذه الافكار او يعني يكون لها صدى، وانا اشهد انه احنا عايشين برضو مرحله للامانه انه صوتنا مسموع. يعني لما حد بيقدم فكره جيده يتم تصعيدها، وعلى الفور بتجد من يستجيب وينفذ، وممكن يعني في سياق اخر اقول لحضرتك امثله كتير على ده. الجامعات الكوريه بتقوم فعليا على فكره انه الجانب المعرفي اللي بتقدمه الجامعه في قاعات الدرس، والجانب الإنساني اللي بيبني الإنسان، اللي بتساعد بتوفر للطلاب على مدار اليوم من الصباح وحتى المساء لممارسة الأنشطة المختلفة. المكتبة الجامعية مجهزة بكل وسائل الاطلاع الحديثة جدا، بيقدر يطلع على كل المعلومات عن الثقافة أو اللغة أو التخصص اللي بيعرفه. المسابقات مش موسمية، يعني مش مثلا موجود انه في مسابقة في اخر العام الدراسي لقراءة القراءة باللغة العربية السليمة، لا، طول الوقت الاساتذة في التخصص يقدروا يحددوا انه كل اسبوع كل اسبوعين، لانه الامكانيات مساعدة جدا على هذا. ففي الطلبة مثلا بيقدموا، يعني كنا بننقل فكرة انه يغنوا بالعربي، يمثلوا ينقلوا مشاهد الحوار الى مشاهد تمثيليه بسيطه باللغه العربيه. الجامعه يتوسطها مسرح غير المسرح اللي في القاعه المغلقه، مسرح مفتوح. هذا المكان من بدايه الفصل الدراسي لاخره مليء بالطلاب اللي بيعزف جيتار واللي بيقرا واللي بيغني واللي بيرقص. فأعتقد ده جزء من فكرة أنه بناء الإنسان. بشكل عام. يعني إذن حضرتك أشرت إلى فكرة توفير الوقت من أجل ممارسة هذا النشاط، وده بياخدني يعني الدكتورة شادية، فكرة الفصل الدراسي والترم، هل هي أثرت بالفعل بصورة سلبية على ممارسة الأنشطة المختلفة؟ بصي، احنا برضو في الجامعة الخاصة، لأنه بيسمح أن احنا ندخل كل الأنظمة اللي هي احنا شايفين انها، عشان الانفتاح على الجامعات الاخرى، فشايفين انه دي مهمة. فمثلا احنا محددين او قافلين ساعتين في الاسبوع للانشطة، بحيث الطلبة كلها ما حدش يبقى عنده جدول، لازم يبقى يقدر يتابع اي نشاط هو عايزه. ده طبعا بيبقى حاجة مركزية في الجامعة، عشان كل الطلبة من جميع الكليات يقدروا. يمكن أحد الأنشطة اللي حضرتك بتشاركي بيها بالفعل موجودة قدامنا على الشاشة دلوقتي. أنشطة كتيرة جدا، اللي هو زي ما قال الدكتور وتفضل، انفتاح على الثقافات المختلفة. أكيد ده بيبقى مثري جدا، بيثري الطالب والفكر،
وبيساعد على الطالب ان هو يتقبل الاخر يعني. نعم. انا مش عايزه اقول كلام، انا اقول فعلا احنا بنشوف حماس الطلبه لما بيشاركوا في الحاجات دي، والروح الايجابيه اللي بتكون موجوده بينهم ده فعلا غير الطالب اللي قاعد في المحاضره وبيسمع المحاضره. نعم. الى جانب النقد والفكر. نعم. والقدره والندوات ده صح. يمكن هنا برضو اللي بنشاهده دلوقتي الدكتور يحيى الفخراني موجود في احدى الجلسات او في احدى الانشطه او في احد الانشطه الموجوده. يمكن الجامعه عندكم بتتميز بالنشاط المسرحي المتميز الحقيقه جدا. نعم. ممكن تتحدثين يا فندم يا دكتوره عن هذا النشاط المتميز الحقيقه. مؤسس الجامعة ده كان بيؤمن جدا بالنواحي الثقافية والفنية. تقريبا أول مبنى اتعمل في الجامعة هو المسرح الجامعي. نعم. فده طبعا مهم جدا. وفي الجامعات الخاصة في تحدي معين، لأن بيبقى لازم في ميزانية للحاجات دي كلها. يعني احنا أول حاجة مثلا دعم الجامعة، دعمت أول ملتقى دولي للمسرح الجامعي. نعم. ده استمر اسبوع، مش بس عروض مسرحية من كل النواحي ومن جامعة القاهرة على فكرة، ومن جامعة المنفية، الجامعات الحكومية وجامعات دولية. نعم. عروض مسرحية، ندوات، ورش فنية للأداء الفني. الحقيقة كان اسبوع رائع ومثري جدا. ده كله بيحتاج طبعا ميزانية، فده تحدي من التحديات. نعم. ولازم يبقى الجامعة مؤمنة صحيح. بأهمية الحاجات دي. يعني إذن توفير الوقت ثم توفير الميزانية اللازمة. طب يمكن يا فندم، نعم دكتور محمود، يمكن دكتورة شادية أشارت إلى فكرة تقبل الآخر، وده جانب إيجابي بنجنيه من ممارسة الأنشطة الثقافية. عايزين نتكلم في هذه النقطة عن كيفية أو كيف تقوم الأنشطة الثقافية يعني تهذيب الفكر البشري بوجه عام، بتجعل الطالب بيبتعد تماما عن بعض الأفكار السلبية اللي بنعاني منها حاليا، الإرهاب والتطرف وغيرها. كيف يمكن أن نستغل هذه الأنشطة في يعني التنوير الفكري للبعد عن هذه المعتقدات السلبية؟ نعم. خليني بيستحضرني فكرة العالم الرياضيات الشهير اللي خد نوبل اسمه جون ناش، كان بيشرح لطلابه على مسألة إذا كنا جلوس 5 أو 6 حوالين طاولة، كان بيبسط لهم حاجة رياضية، وإحنا ودخلت سيدة جميلة في المقهى وإحنا الخمسة كلنا في نفس اللحظة عايزين نقوم نقترب منها، فهتكون النتيجة صفر، لأنه التدافع فيما بيننا يخلينا كلنا نخسرها. إذا اندمجنا في مسار واحد ممكن حد فينا أو بالتراضي أو بالاتفاق يوصل ويحقق على الأقل هدف، ما يبقاش كلنا خسرنا. المشهد ده دايما أنا كتير أحكيه للطلاب، لأنه الجزء الغير المباشر في أو الرسالة غير المباشرة وراء ممارسة الأنشطة الثقافية المختلفة والمسابقات اللي بتعدها الجامعات أو الكليات المختلفة، إنه الترتيب يفرض بالضرورة إنه في أول وثاني وثالث ورابع وأعداد أخرى أو أرقام أخرى غير محسوبة في التصنيف. وبالتالي أنا بتقبل إذا تقدمت وسط 20 من الزملاء ممكن أكسب وممكن أخسر، فأنا مستعد نفسيا للمكسب ومستعد نفسيا للخسارة، وكمان المكسب أو الخسارة برضا إنه أبارك للزميل اللي كسب وأتطلع إلى أنه أرتقي لمستوى زيه، أتعلم أنه أكيد اللجنة التحكيم من الأساتذة عندها حيادية، ما كانش فيه مصلحة، وبالتالي ده بينمي الفكر. حتى في الرياضة إحنا الفكر المتطرف أو المتعصب بينشأ من فكرة حتى في الرياضة أنه لازم أكسب، وفي الحقيقة ما فيش كده. يعني صحيح. في الرياضة عموما اللي بيسموه حتى في الرياضة في كرة القدم باعتبارها الشعبية الأولى بيسموه اللاعب النظيف، الفير بلاي، انه بيأهل الناس اللعيبة بتتنافس في الملعب واحنا بنشوفهم خارجين بيسلموا على بعض. الجمهور بقى اللي بيتفرج هو اللي ما بيوصلش للمستوى ده، يعني هو للأسف بيخرج يتشاحن على المقاهي او في البيوت، مع انه الهدف اللي احنا عايزين نوصله انك بتستمتع وتتقبل فكرة انك ممكن بتكسب لكن صحيح. ممكن تخسر. المسألة دي بالتحديد هي العمق اللي لو نجحنا فيه، او يعني عادة لما بتنجح المسابقات والأنشطة الثقافية فيه نكون حققنا نجاح عظيم جدا. أنا مستعد أكسب، مستعد أخسر، بتقبل الآخر، مش عيب إنه أشوف أنا إيه اللي كان ينقصني وطوره. نعم. وبالتالي هو ده المسار اللي أتصور إنه يعني هو الهدف الأساسي وراء
فكره القيام الطلب بالانغماس في انشطه ثقافيه مختلفه داخل الجامعه. نعم. طيب خلينا نتكلم، يمكن اتكلمنا عن احد المعوقات او المشاكل اللي يمكن بتواجه ممارسه الانشطه، وقلنا مساله الوقت وتقسيم السنه الدراسيه لترمين او فصلين دراسيين. هي هناك مشكله اخرى بنعاني منها في هذه الاونه وهي جائحه كورونا. هل اثرت جائحه كورونا على مسار او ممارسه الانشطه الثقافيه؟ وخلينا نتكلم بالجامعات الخاصه وجامعه حضرتك. تتصوري انه هقول لك بالعكس، لأنه طبعا التواجد الطلبة مع بعض دي طبعا شيء يعني ما نقدرش نعوضه في الفترة دي، ولكن زي ما تفضل الدكتور وقال أنه جائحة كورونا خلتنا اضطرتنا أن احنا نلجأ للتواصل عن بعد. التواصل عن بعد خلانا نتواصل مع كتاب برة في أمريكا وفي إنجلترا ونخليهم يلقوا محاضرة للطلبة بتوعنا عن طريق الانترنت. كان مثلا بنعمل الطلبة بيسافروا علشان يشوفوا الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى، خليناهم يتواصلوا مع طلبة في التعليم مع جامعة أخرى، عملوا بروجيكتس مع بعض، وكل ده نوع من الانفتاح. نعم. اللي حاولنا نعوض بيه طبعا الأنشطة. لو هتكلم على الأنشطة، نعم، لو بنتكلم عن الندوات وعلى الحاجات دي، لا قدرنا ان احنا نتواصل لانه الثقافة هي تواصل. صحيح. فده قدرنا نعمله. طب اما تواجد يعني الطلبة، نعم، مع يعني بعض، خليني برضو اتحدث بشكل اكثر واقعية الحقيقة، يعني برضو التعامل عن بعد سواء كان عن طريق النت واونلاين وهذه الانظمة المستحدثة هي اثرت بالسلب على مسار التعليم بوجه عام. اكيد مش زي ما انا قاعد في محاضرة معايا زمايلي قدام الدكتور، هي اثرت بالسلب، هذا مما لا شك فيه، ولكنها وسيلة من وسائل التعامل مع هذا الأمر. فأكيد هي إذا كانت أثرت بصورة سلبية على مسار التعليم فهي أكيد أثرت بصورة سلبية على ممارسة الأنشطة المختلفة. بس خليني أسأل حضرتك سؤال مباشر، كيف تعاملت إدارة الجامعة عند حضرتك مع هذه المشكلة جائحة كورونا حتى يعني تتغلب إلى يعني أقصى درجة ممكنة على هذا الظرف الطارئ؟ زي ما قلت لحضرتك، إحنا عندنا جزئية من التعليم نفسه بتهتم بالنقد والفكر والإيفاليويشن، يعني التقييم. التحليل والتقييم. نعم. والنواحي دي، ده جزء لا يتجزأ من ان الطالب مش قاعد بياخد محاضرة بس، ده هو كمان بينمي شخصيته بالنواحي، ان هو يقدر يقول رأيه، يقدر يناقش، ده جانب مهم جدا من الناحية الثقافية. فده جزء مندمج جوه التعليم، منظومة التعليم. نيجي. نعم. بقى للأنشطة، زي ما قلت لحضرتك التمثيل مثلا على المسرح طبعا ده اتأثر، مش هقدر يعني اقول غير كده، ولكن كون ان انا احس ان في كاتب مشهور جدا زي مثلا ما الفنان العظيم يحيى الفخراني جاء على المسرح عندنا، ان كاتب مشهور جدا جاي بيكلم الطلبة بتوعنا وبيكلمهم على الإبداع وبيكلمهم على الفن والتجربة بتاعته موجهة للطلبة بتوعنا، ده احنا تواصلنا معاه وقلنا له. نعم. يعمل كده. فده حسس الطلبة انه لا، ده في تواصل. صحيح. في فكر، في ابداع. فالجامعة قدرت، علشان طبعا كل القدرات التقنية اللي موجودة، فقدرنا ان احنا نعوض ده بالتواصل عن بعد. نعم. طب التواصل عن بعد هكذا اختارت الجامعة التي تمثلها دكتورة شادية للتعامل مع هذه الجائحة، كيف تعاملت إدارة جامعة القاهرة مع جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق مع ممارسة الأنشطة الثقافية؟ نعم. اسمحي لي بس مبدئيا اختلف جزئيا مع حضرتك في انه التعليم تأثر سلبا بالضرورة. بمسألة الكورونا. نعم. يعني لو بدأنا من البداية، انه العالم كله ما كانش متوقع انه يحصل حاجة زي كده، فوجئنا بانه بالتباعد المكاني، بسميه التباعد المكاني مش الاجتماعي، حفاظا على الصحة والأرواح. المشكلة حصلت من انه من الفجوة بين في الأجيال الجامعية الآن اللي خرجت من مراحل التعليم السابقة متدربة على انها لازم تروح المراكز الخاصة اللي بيسموها السنتر وياخد ملزمة ويلقن معرفة وبعدين يجيب مجموع في الثانوية العامة فيدخل الجامعة. نعم. الحاصل الآن في التعليم ما قبل الجامعي من المراحل الابتدائي لغاية الثانوي هي فكرة التابلت اللي موجودة، وإنه الطالب أو التلميذ الصغير ده بيبحث يعني يدور على معلومات ويصنع أو يكتب بحثا. إحنا صحيح بيحصل لخبطة وحد يكتب لحد البحث ومجموعة تلاقي أستاذ حاجات كده، لكن مع الوقت
هيبقى الطالب بنفسه هو اللي عايز يتعلم، لأنه خلاص يتعلم كيف يستخدم هذا الجهاز وكيف يحصل على المعلومات، ويبقى هو عايز بنفسه يجمع هذه المعلومات. نعم. جامعة القاهرة على الفور لما كان في قرار سياسي بأنه الدراسة معلقة حفاظا على صحة الطلاب والأساتذة والعاملين إلى آخره، تحولنا. وكان عن يعني كان دايما في الجزء الآخر اللي فكرة إن الأستاذ بقى بيتواصل مع الطلاب بوسائل أخرى، مع يعني مثلا في كل قبل الكورونا كل فرقة دراسية دلوقتي، وهتلاقي عند الدكتورة شادية زي كده في صفحة للفرق الدراسية على فيسبوك، وبيدخل بيحط بيضموا الأساتذة معاهم، ولما يكون في سؤال عن شيء غامض في المحاضرة السابقة أو المحاضرة القادمة أو امتحان سابق بيعملوا بلغة الطلبة يعملوا منشن للأستاذ فيجيب عن هذا السؤال. فكان في تواصل إلكتروني، مش لازم أقول مع الأساتذة الكبار اللي فوق السبعين ربنا يديهم الصحة يعني، لكن مع الأجيال الأصغر شوية اللي عندهم قدرة فعلا على استخدام التكنولوجيا التواصل ده موجود. لما جات الكورونا بقى الفكرة ما كانتش مرعبة في البحث عن حلول، لأنه احنا سهل جدا، احنا بقينا اتحولت المحاضرة من إنها محاضرة تلقينية إلى أنه نظام الجودة والاعتماد بيفرض على الكليات كلها تقريبا إنها إن الأستاذ يجهز توصيف للمقرر، وهو مستوعب في المقرر ده مثلا في الأدب المقارن إيه المهارات الذهنية والمهارات الإنسانية والمعرفية اللي المقرر ده مفروض يبنيها للطالب، زي ما تفضلت دكتورة شادية وقالت أنه مثلا من الجزء ده أنه إزاي يشترك في فريق عمل، إزاي يبحث عن معلومات مع أعضاء الفريق، إزاي يتواصل مع العالم الخارجي ويبحث عن فرصة للعمل في ضوء تخصصه ده بالتحديد، إزاي يستوعب أنه لما يدرس في قسم اللغة العربية مثلا عنده فرص عديدة جدا، لأنه مش لازم يكون مدرس عربي، لا صحيح. ممكن يشتغل في أماكن مختلفة. نعم. فالمحاضرات جزء كبير منها بقى بيتحضر على طريقة الباوربوينت، يتعرض على الشاشة والطالب بيشوف، لأنه الجزء الطيب من استخدام التكنولوجيا أن التكنولوجيا قالت لنا أنه الذاكرة البصرية تفوق الذاكرة السمعية بكتير، فاللي بنشوفه نقدر نفتكره أو نستدعيه. يعني دكتور محمود، يمكن حضرتك يعني لفت النظر للفكرة أو لحقيقة إن لكل مشكلة وجهها الآخر. يعني هذه المشكلة جائحة كورونا كان لها وجه آخر وهو استخدام التكنولوجيا. بس ده بيخليني أسأل، هل النظام التكنولوجي المستخدم وفكرة الرقمنة بوجه عام في الجامعات المصرية، هل تم تحديث هذه الأنظمة لكي يعني تتواكب مع هذه الظروف الجديدة بالفعل؟ ما اقدرش اقول، ما عنديش اجابات يعني دقيقه عندها، لكن عندنا اكيد مشكلات. خلينا نتكلم عن جامعه القاهره. عندنا يعني مشكلات في المواكبه، وعندنا مشكلات في سرعه يعني في سرعه الانترنت، وفي امكانيه التحميل، وفي الظروف الاقتصاديه لبعض الطلاب اللي المفروض يقعد في البيت، ممكن يكون ما عندوش اسره عاديه، ما عندوش قدره انه عنده واي فاي ويستخدم ويتواصل اونلاين مع او يحضر محاضره، يعني ده جزء طبعا موجود. لكن نقدر نقول انه احنا ما نقدرش نبتعد عن العالم، يعني الرقمنة والتعلم الرقمي والتعلم من خلال التكنولوجيا لم يعد اختيار، يعني يا يعني اما نبقى بره العالم يا اما نبقى جوه. احنا اخترنا اننا نكون داخل النظام ده العالمي، واعتقد انه احنا في مسار صحيح. البدايات دايما بتبقى المشكلات فيها اكبر والمعوقات اكبر، لكن انا بشوف انه في زي نموذج، انا سعيد جدا بالدكتورة شادية لانه ده نموذج متكرر في جامعاتنا، العميد اللي مدرك ومستوعب تفاصيل منظومة العملية التعليمية. انا مستمتع بكلام الدكتورة شادية حقيقة، اول فرصة يعني اتشرف بحضرتها. فده الوعي اللي مدرك بانه قيمة التفاصيل الصغيرة، انا مش بدور على انه انا قاعد على كرسي صحيح علشان اخد لقب تايتل، لا، ده انا عايز اخرج انسان يبني بلده في ويواكب اللي الدولة عمالة تنادي بيه وتقول احنا عايزين في 20-30 و20-50 نعمل كذا. إذن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. نعم. هنروح لحضرتك، اتفضل. ممكن ما ننساش ابدا انه من ضمن التحديات بتاعة النقلة دي للتعليم الرقمي هي النواحي النفسية. صحيح. الانسان، لو هتكلم على الانسان، ما هو الانسان مش بس صحة جسدية وصحة نفسية. صحيح. فإحنا في المميزات برضو الجامعات الخاصة في الجزئية دي إنه الكليات مش جزر منعزلة. يعني إحنا اهتمينا إنه مثلا قسم علم نفس عمل حملة توعية، لأن اكتشفنا إنه إحنا عاملين جهدنا جامد في الناحية العلمية، الطالب مش قادر ينقل النقلة دي وخايف وعنده مخاوف مؤجلة قدرته على الاستيعاب. صحيح. فعمل قسم علم نفس قدم للجامعة كلها
وكان اكتر يمكن طلبه بيطلبوا الخدمه دي، طب اسنان، هندسه، يعني كل الكليه التوعيه بالمشاكل وازاي نواجهها. عملوا كونسلنج اونلاين، يعني عملوا كونسلنج اونلاين والطلبه الاستشاره والاستشاره والطلبه كانوا بيسجلوا ويطلبوا ميعاد، والاساتذه كلها اللي طبعا متخصصين كانوا بيتواصلوا مع الطلبه. دي كانت خدمه مهمه جدا، عايزه اقول لك عملت نقله جامده في قدره الطالب على انه يقدر يتواصل تاني بعد الدروب اللي حصلت. فدي مهمه. ده يخليني اسال حضرتك سؤال مباشر، كيف يمكن استغلال الانشطه الثقافيه والاجتماعيه للحفاظ على صحه الطالب النفسيه وتحسين هذه الصحه اذا كان فيها بعض المشاكل؟ برضو احنا داخلين على ترم ما احناش عارفين هنقدر هنكمل اونلاين ولا لا، ولكن عملنا النظام اللي الوزارة اقترحته، ده نظام حلو جدا، انه الطلبة كلهم هيتواجدوا يومين في الجامعة، فمش كلهم قصدي يعني حسب الدفعة علشان يبقى عدد محدود اللي بيروح في كل يوم في الجامعة. نعم. ففي اليومين دول هنقدر يبقى نرجع أنشطة، وطبعا مع الحفاظ على كل الجوانب الاحترازية اللي هو التعامل عن بعد والكلام ده كله. فاحنا منظمين انه الأونلاين ده ياخد الطالب النواحي المعرفة والعلمية، ولما يجي الطالب يبقى فيه التفاعل ويبقى فيه الأنشطة والكلام ده كله بالنسبة لل يومين دول. فيعني ربنا يسهل ان شاء الله علشان يبقى فيه، هي شيء مكمل لشيء. نعم. يعني احنا بنتعامل والرؤيه بتاعتنا انه الاثنين بيكملوا بعض. نعم. طيب خلينا برضو ده بياخدني لفكره الجامعات وكيف تتكامل الجامعات وتتنافس الجامعات، يعني في مجال الانشطه المختلفه هناك تنافس دائما بين الجامعات وبعض، بس الحقيقه انما عندما نغذي هذا التنافس فانت هذا التنافس يعني هو مثمر في النهايه. كيف يمكن ان تتنافس الجامعات فيما بينها من اجل دعم الانشطه الثقافيه والاجتماعيه المختلفه؟ في حدود معلوماتي يعني منذ كنت طالبا كانت دايما فيه، واعتقد انه يعني ما زال موجودا، فكره اسبوع شباب الجامعات. نعم. كان دايما بيخصص في كل جامعه من الجامعات الحكوميه خصوصا هذا الاسبوع بيتنقل بالتبادل بين الجامعات داخل القاهره او في الاقاليم المختلفه، وكنت بشوف انه ده تنافس في الرياضه والفن والادب والثقافه بشكل عام كان شيء مثمر وعظيم جدا، واعتقد انه النوع ده من المنافسه اخرج يعني اجيال كثيره من كتاب ومثقفين ومبدعين في مراحل زمنيه مختلفه. التنافس زي ما قلت انا شفت ده بره بشكل ملموس، مش لازم يكون مخصص له حدث. نعم. انما ممكن يصنع بشكل تلقائي وعلى مدار العمليه التعليميه المختلفه. نعم. يعني احنا في مثلا في قسم اللغه العربيه او في كليه الاداب كنا بنستضيف دايما في المواد الادبيه زي الادب المقارن او كتاب وكاتبات، مثلا استاذ سير المصطفه، استاذ منصور عز الدين، الاستاذ رباب كساب، الشاعر احمد سويلم، الاستاذ محمود استاذ احمد عبد الموت حجازي. نعم. شرفونا في التخصص اللي انا او المقرر اللي درسته في خلال فصول دراسيه معينه، وكان دايما الكلام عن ازاي ابقى مبدع، ازاي اكتب، الاهتمامات. انا الطالب انا اكتشفت انه الطالب كان بيتصور ان المبدع ده او الكاتب كائن عايش في الفضاء كده، يعني لما يسمع عنه على اسم على غلاف كتاب هم بني ادمين زينا عايشين زينا، فكان لما يشوف استاذ حجازي او استاذ سهير المصطفى ان انسان زينا وعايش وعنده المعاناه اللي بنعانيها في التفاصيل المختلفه، بس هو عارف يحول ده من انه الطاقه الانفعاليه بدل ما تبدد زي ما احنا الشخص العادي بيعملها. نعم. هو بيبددها في انه بتطلع في عمل ادبي. نعم. يعني يحتفظ بالخبره دي. نعم. لاجيال مختلفه. طب على ذكر الاعمال الادبيه وختاما يعني في ختام الحديث عن الانشطه الثقافيه، انا عايز الفت النظر واركز على نشاط ثقافي الحقيقه هو نشاط متميز للغايه، هو النشاط المسرحي. المسرح ابو الفنون، ويمكن الجامعه عند حضرتك بتهتم بالنشاط المسرحي للغايه، يعني خلينا على سبيل المثال كان هناك اعمال مسرحيه متميزه وكان في يوم ختام نشاط ثقافي متميز يمكن كان في العام قبل السابق. يمكن طب حدثينا عن هذا النشاط وكيف تهتم هذه الجامعة الخاصة بهذا النشاط الحقيقة اللي هو أكيد له يعني تميز ووضع خاص بين الأنشطة الثقافية. الجميل كمان في الموضوع ده إنه لو بنتكلم عن المسرح إحنا مش بس بنتكلم عن التمثيل،
احنا بنتكلم على ابداع الطلبه في انهم يكتبوا مسرح، يكتبوا عمل. لا، والجميل اللي عملوه الطلبه ان هم بياخدوا عمل كلاسيك او موجود زي مثلا أليس في بلد العجائب، وعملوا عليه اعاده كتابه، وده ترند مهم جدا في الادب وفي الفن. ليه؟ لانه بيعملوه على المجتمع بتاعهم وعلى الرؤيه بتاعتهم، فبيبقى اعاده رؤيه للعمل المسرحي. فاحنا عندنا بنعمل مسابقات للطلبه ان هم يكتبوا او يعملوا ورشه كتابه، فده الجزئيه دي شغاله، يعني دي لسه موجوده، وحماس الطلبه ليها رائع جدا، وابتكار وفكر ومليانه بالفكر ده. نعم. وبعدين بتنتقل الى عمليه الاوديت والمين اللي هيمثل ومين اللي هيعمل. نعم. يعني كل المنظومه دي مليانه بالحماس، مليانه بالوجدان والفكر والوعي للمجتمع. يعني جت مثلا بعض الطلبه الفوا ان هم يعملوا مسرحيه اسمها إناف. نعم. ايه يا ستي فكركم؟ احنا على فكره بنسيبهم هم اللي يالفوا ويفكروا. لسه هقولها من تاليف الطلبه. من تاليف الطلبه دي بقى من تاليف الطلبه تماما. نعم. اختاروا نوعيات زي المسرح الحديث جدا. نعم. نوعيات. نعم. مختلفه. نعم. من السلبيات اللي في المجتمع. نعم. هو يعني زي ما بيقول المثل في الانجليزي يو كان هاف تو ماتش، يعني اوف ا جود ثينج، بس الحقيقه حضرتك مش هنقدر اذا كانت المسرحيه يعني بتكتفي، فنحن لا اكتفي من حديث حضرتك وحديث الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الأداب والإنسانيات بإحدى الجامعات الخاصة، والدكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب المقارن المساعد بكلية الأداب جامعة القاهرة. كنتم معنا ضيفين كريمين في هذه الحلقة من ملفات ثقافية. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم وهذا الأسبوع من ملفات ثقافية. الأسبوع المقبل بإذن الله يوم الاثنين بإذن الله ملف ثقافي جديد، فإلى اللقاء.